آن الالتزام. دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. غادرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة مروان رجب مطار القاهرة متوجهة إلى لاتفيا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر لها الفترة من 17 وحتى 27 من يناير المقبل بالجابون. وتضم قائمة المنتخب 18 لاعب وهم كريم هنداوي، محمد علي في حراسة المرمى، عمر الوكيل، كريم أيمن، خالد وليد، وإسلام حسن، وأحمد الأحمر، وعلي زين، ومهاب حسام، وأبو الفتوح أحمد، وممدوح طه، ومحمد إبراهيم، ويحيى خالد، وإبراهيم المصري، ووسام سامي، ويحيى الدرع، ومحمد سند، ومحمد ممدوح هاشم. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر أمام منتخبات أستونيا يوم 27 من ديسمبر، وهولندا يوم 28 من ديسمبر، ولاتفيا يوم 29 من نفس الشهر. يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الأهلي فريق القناة في السادسة مساء اليوم الاثنين على صالة هيئة قناة السويس ضمن الجولة الرابعة بالدور قبل النهائي من مسابقة الدوري الممتاز. ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصلحي إلى مواصلة الانتصارات، خصوصا وأن الفريق قد حقق الفوز في ثلاث جولات ماضية من الدور قبل النهائي. وفاز الأهلي على القناة وألعاب دمنهور بنفس النتيجة 3-0، فيما فاز على الطيران 3-1. يواجه فريق النادي الأهلي لكرة الماء مواليد 2000 في 8 مساء اليوم الاثنين فريق هليوبلس على حمام سباحة بنادي الجزيرة في الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية. يذكر أن فريق الأهلي قد فاز على فرق الزمالك الشمس وسبورتينج منذ بداية البطولة.